النادي الافريقي الجهه اليسرى حاليا فيها اسامه السلامي وايضا زهير الزوادي، وهناك خطيره من الجهه اليسرى بالنسبه للنادي الافريقي. كره مقوسه والهدف الاول تسعد المرتدي لتفتح النتيجه. قائد النادي الافريقي في فرح النادي الافريقي في الدقيقه 72 بالنسبه لهذه المباراه بهدف مقابل صفر على مستوى القائد الاول للتوقيع من اسامه السلمي، وتسعد المرتدي وفرحه كبيره بطبع عناق مع المدرب عبد الحق بن شيخه. قلت الكرة الثابتة خطيرة في نقاط الأجوار، وأسامة السلمي وسع ورفعت الوسلي مسجل من هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي. عادة من جديد أسامة السلمي ولسعد الورداني إثبات خروج الحارس حمدي القصراوي. أسامة السلمي مقوسة ولسعد الورداني من هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي في هذه المباراة مع اقترابنا من ربع ساعة الأخير. لما أنيس العامري ثم زهير الزوادي يبعد على وجه بوعزي وكمال الزعيم. زهير الزوادي أمام الحارس حمدي القصراوي وتصطدم الكرة بالعارضة. مجهود ممتاز جدا من زهير الزوادي، إذا مجهود ممتاز جدا ذكرنا بالمجهود اللي قام به ضد النجم الساحلي الموسم الفارط، وايضا تجاوز كامل دفاع الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا المهارات الفنيه من زهير الزوادي وكورته تصطدم بالعارضه